توفي عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشلبي اليوم في بغداد إثر نوبة قلبية. وأعلن بيان لمجلس النواب العراقي وفاة الشلبي الذي كان يرأس اللجنة المالية بالبرلمان. يذكر أن الشلبي وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي لعب دورا مثيرا للجدل في الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وفي المرحلة التي تلت الاجتياح مباشرة. كانت شلبي واحدا من أبرز المعارضين لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. كان واحدا من أهم وجوه القطاع المصرفي في الأردن، حيث عاش في ثمانينات القرن الماضي قبل أن تطيح به فضيحة انهيار بنك البتراء الذي كان يديره. ومع اقتراب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 برز دور شلبي مع معارضين عراقيين آخرين في تزويد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بمعلومات تبين أنها خاطئة عن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. وفي الأشهر الأولى لاحتلال العراق ارتبط اسمه بقوانين اجتثاث البعث التي طالت الكثيرين. تغيرت مواقف الشلبي في السنوات الأخيرة من حياته حينما عارض سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي المتشددة تجاه السنة والأكراد. ومعنا مباشرة من بغداد الكاتب الصحفي حمزة مصطفى. مرحبا بك سيد حمزة. سمعنا عن ماضي أحمد الشلبي، الآن عن الحاضر، كيف سيغير غياب أحمد الشلبي بشأن التوازنات السياسية في العراق؟ للأسف أعتقد التوازنات السياسية لن تتغير الآن بعد هذا الماضي الحافل الذي كان للدكتور أحمد الشلبي رحمه الله. الآن التوازنات السياسية لن تتغير برحيله لأسباب أساسية، منها أن الشلبي الذي اشتهر بكونه من أبرز معارضي النظام السابق، وهو الذي أعطى كما قال التقرير معلومات بدت مضللة فيما بعد للحكومتين الأمريكية والبريطانية بشأن غزو العراق على أساس أن لديه أسلحة دمار شامل. كان متوقع أن للشلبي دور بارز في مستقبل العراق بعد عام 2003، ولكنه ما أن دخل العراق وانتهت قصة الاحتلال بما ترتب عليها من نتائج كارثية، تغير وضع الشلبي سواء كان لدى الإدارتين الأمريكية والبريطانية وبالذات لدى الإدارة الأمريكية أو حتى داخل العراق، بدليل أنه رشح نفسه أكثر من مرة في الانتخابات ولم يتمكن من الفوز إلا بصعوبة وعن طريق تحالفات مع قوى أخرى، بينما كان المؤتمر الوطني الذي يتزعمه هو الفصيل الأكبر من فصائل المعارضة العراقية في السابق. وبالتالي الشلبي سيترك ذكرى في الماضي ولا أعتقد أنه سيؤثر في التوازنات السياسية الآن في الحاضر. شكرا للصحفي والكاتب حمزة مصطفى.